خاصك تآمن براسك وتآمن بالقدرات ديالك قبل ما تدير أي خطوة في حياتك. كن قوي قدام المشاكل اللي كتوقف في طريق النجاح ديالك. ستيفن جوبز في أشهر خطبة قالها في التاريخ دياله في حفل تخرج بجامعة ستانفورد سنة 2005، واللي شافها أكثر من 100 مليون واحد، واللي ترجمات لمعظم لغات العالم. ستيفن جوبز قرأه هو عنده 17 عام مقولة كتقول: إلا عشتي كل يوم كأنه آخر يوم في حياتك، غيجي واحد اليوم وغتكون فيه على حق، وغادي يجي واحد اليوم اللي فعلا هو آخر يوم في حياتك. ستيفن جوبز كيقول أن هذه المقولة غيرت حياته كاملة، واللي كيجي كل يوم في الصباح وكيشوف وجهه في المرايا وكيقول: هذا النهار آخر نهار في حياتي، واش غندير داكشي اللي خاصو يدار أو لا. وكانت الإجابة هي لا لأكثر من يوم. كان كيعرف باللي لازم يتغير، حيت غيجي واحد النهار اللي غيكون فعلا آخر نهار في حياته. ميمكنش يعيش حياة عادية وهو عارف باللي هذا النهار هو آخر نهار في حياته. وكان كيقول باللي كل نهار كيفكر راسه باللي غيموت، وهذا الشيء هو اللي كان أقوى شيء في حياته. سهل عليه الاختيار باش يعيش حياة كبيرة بزاف، وما يحاولش يعيش حياة صغيرة لكي يحاول فيها إرضاء الناس. كل المخاوف اللي كنهربوا منها في حياتنا ما غتبقاش بالمرة، ملي غنفهمو باللي حياتنا قريب غتنتهي. أي خوف من أي فشل، أي خوف من أي ألم، أي خوف من أي إحراج قدام أي واحد كيف ما كان نوعه، ما كيناش شي حاجة في هاد الكون تستاهل منك تهز ولو للحظة قدامها. انت أي حاجة كتخاف منها وكتدير لها حساب، صافي سالات، تيق بيا. كاين فرق كبير من اللي كتولي تتعامل مع شي موقف في حياتك وانت عارف باللي راك ميت. كاين فرق كبير من اللي تكون غادي لشي حاجة كبيرة في حياتك وانت ما خايفش من حتى شي حاجة، يديك ما كترحتش وكلك تيقة في راسك. فرق كبير من اللي تكون غادي لشي حاجة كبيرة في حياتك وانت قلبك صلب وميت، ما خايفش وما عنده حتى شي حاجة ترجع. عارف هاد القوة كاملة منين؟ حيت ما كاينش شي حاجة كيما ما كانت غتخسرها، وما كاين حتى شي شخص غتخسره. انت اصلا غادي وغتخلي كل شي، ولا ما خليتيش هو غادي يخليك. وما كاينش شي مشروع ممكن تبداه وتخاف من الخسارة، هكا ولا هكا ما غاديش تبقى كتعيش وقت في الحياة وكدير كل شي اللي تبغي. ما كاينش شي واحد غيفرض عليك تدير شي حاجة غلط أو حرام مهما كان الظروف، وما كاينش اللي يضحك عليك باش تدير الغلط ملي كتعرف باللي غتموت. غتقدر لأول مرة في حياتك غتقول فاك لأي واحد كان كيفكر أنه يقدر يأثر على أي قرار صحيح خديته. غتشوف كل واحد كنتي كدير لي حساب من قبل بنظرة مختلفة، وغتعاود تشوف فيه وغيبقى فيك حيت هو مازال حساب ليه باللي مازال يقدر يأثر عليك. اختيارك أنك تنوض دابا ودير الحوايج اللي تابعك أسهل، وانت عارف بأنها فرصة قبل ما حياتك تسالي على تفاهة، قبل ما حياتك تكون كل حياة استمتاع لحظي، قبل ما حياتك كلها تكون اهتمام بآراء الناس، قبل ما حياتك كلها تكون كلها وقت كتضيعه في الانتقام من شخص مهما كان داكشي اللي دارو، قبل ما تجي لحظة الموت وتشوف شريط ديال حياتك كله قدامك عامر بالتفاهات، واهتمامك كامل هو تشري الحوايج الغالية باش تعيق على أصحابك، وحساب في انستغرام عامر بالتفاهة أهم عندك باش تعيش حياة كبيرة، قبل ما تجي لحظة موتك وتحصر وتكتب عليك أنك عشت حياة تافهة وبلا قيمة، عاشها شحال من واحد قبلك. ما عندكش حتى شي حاجة تخسرها بالمرة وانت أصلا ميت. ما كاين حتى شي سبب يخليك ما تعيش حياة كبيرة أكبر من أي خوف من أي فشل. ما كايناش شي حاجة تقدر تخاف منها. ما خايفش نفشل، ما
خايفش من الشكل ديالي يكون خايب قدام اي واحد، ما خايفش تضيع مني فرصة ديال الوظيفة، وما خايفش نخلي الخدمة ديالي اللي كناخذ منها مرتب باش يخليني نجري ورا حلم غيخليني نعيش حياة اكبر من الحياة بنفسها. ما خايفش من حتى شي حاجة في هالدنيا كيف ما كانت، حيت انا عارف راسي ميت ميت، ولذلك لازم عليا نتشبت بالاحلام ديالي ونشد فيها بيدي وسناني، وما كيناش شي حاجة مستحيلة.